مرحبا بيكم الناس الكل. اليوم باش نجربوا مع بعضنا وصفه نتاع كيك يومي اقتصادي ساهل. نعطيكم الميزان بالتدقيق بالكيس وبالجرا. نبداو بعضنا في المقادير. الوصفه خديتها من قناه سفيره الطبخ ام انوار. هنا عندنا 150 غرام سكر ما يعادل كيس غير ربع. سعه الكيس 250 مللتر. عندنا كيس غير ربع حليب بالجرام يجي 170 غرام. كيس ونص فارينة بالجرام يجي 250 غرام فارينة. كيس غير ربع زيت بالجرام يجي 140 غرام زيت. ثلاثة بيضات، ثلاثة كعبات عظم. مغرفتين كاكاو يجي 20 غرام بالميزان. عندنا زوز باكوات فاني وباكو نص خميرة. كان عندك الخميرة متاعك 14 غرام تعمل باكو نص، ما يعادل 20 غرام خميرة. هي قالت مغرفة كبيرة، مغرفة كبيرة خميرة ما يعادل 20 غرام باش تجي. رشة ملح، أنا زدت عصرة قارص، بما أنه عندنا كمية كبيرة نتاع خميرة، زدتها مغرفة قارص، باش تعاونها أنها تهششلنا الجاتو متاعنا، وعندي مغرفة زيت وإلا زبدة باش ندهنو بها القالب متاعنا ونبداو في طريقة التحضير. الحاجة بالبيض، ثلاثة بيضات عظميت، نحطو عليهم رشة الملح، نحطو عليهم عصرة القارص. حتى اصلا ينحيوا هكا ريحه العظام ومطعم العظام. ونحط عليهم السكر 150 غرام سكر. نركضهم الكل مع بعضهم مليح حتى تشلي نتحصل على قوام خفيف ابيض فاتح. بسم الله. نحط الفاني معاهم، كان حبيبات سكر ماذا بينا من الاول نحطوه باش يذوب معاه. نتحصلوا على قوام ثقيل هكايا ونحسوا السكر ذايب صايي، وقتها نحطوا الزيت والحليب. بسم الله. هذا كيس غير ربع زيت وهذا الكيس غير ربع حليب. حليب جبته من الفريجيدير عادي لا سخنته لا شيء. خلطوه شويه. بسم الله. وطبعا نحطوا الفرينه، كان هاك الفرينة عادية غربلوها، أنا الفرينة متاعي ما تعملش كل كعابر. نحط عليها الخميرة ونخلط مع بعضه بالسياسة. بسم الله. مش قوة، سرعة عالية، سرعة واطية حتى الفرينة تتخلط مع الخليط. هكا هاو لهنا تخلط، أموره واضحة. نجي نقسم الخليط على اثنين. بسم الله. نحاول بالعين نقسم هكا به. طبعا الخليط اللي قسمناه على اثنين نحط له الكاكاو، ولهنا باش نزيدو مغيف حليب خاطر الكاكاو باش يشرب لنا السوائل الزايده. بسم الله. مغرفه كبيره حليب. عندك المغرفه العاديه اللي ناكلو بها تحط مغرفتين. بسم الله. مغرفه صغيره. نجيب طبق الفور، ولا عندنا خليط شطر بالفاني وشطر بالكاكاو. نجيب طبق الفور اللي عندك، مول متاع كيك والا مول عاديه مدوره، ولكن عندك مول تكون هكايا يكون خير في المنظر بطبيعه كهو. نحط عليه شويه زيت ولا زبده، ندهنها باش ما تلصقليش، ونخرجها من بعد فسيل ما طيبت فيه قبل هذايا. ما شاء الله ما يلصقش، لازم يكون كرزين. اذا لقيتو ما لقيتوهش رزين راهو يلصق. انا ما عرفتش يظهر لي خليته من سوق العرب هذايا، ماركه تركيه، نسيت بقداش خليته، يظهر لي ب 12 اورو ولا هكاك. ما نفوتش راهي ما ياخذش اكثر، خدش قلب نتاع جاتو غالي. اوكي زيد نتخلص منه. وتوا نجي ناخذ الشطر الاولاني نقسمو على اثنين، شطر هكا مضبوطة. والشوكولاتة نحطها هكا شطر سدها هي. هذايا نكمل الشطر الاخر.
بسباتشور. باش نهبطو بسباتشور اكثر من يهبط. لك علاش السباتشور مهمة برشا في الباتيسري بتاعنا. توا نتاع الكاكاو نهبطو ما تبقى. ونهز طاوة نحطها في الفور على 160 درجة. إذا فورك قوي برشا يعني هو قوي يحرق لك 160 درجة مدة 40 دقيقة، تطيب في راحة من عقلها وتحمر في راحة من عقلها يكون خير. بسم الله. ولهنا الكيكة عديت وقتها أها كمان إن شاء الله تبارك الله. نقلبوها فيها عود ولا سكينة تستيها يخرج نظيف أموره واضحة. طيبة الجاتو في حقها. نقلبها بسم الله. بسم الله ما شاء الله. ايش رايكم نخليها تبرد ونقصوها مع بعضنا ان شاء الله؟ شوفوا طريه قديش طريه. خليها تبرد تاخذ راحتها في البرد تبرد بالكدا باش كي نقصوها ما تبداش مفتفته. نقصوا مع بعضنا طاوة الكيكه بسم الله. هذا الكيك المنظر روعة. قعد طوى كان النكهة. هو الكيك هيا مال باش تذوقوا وتعطينها رايها. بسم الله. بسم الله روعة روعة. صحة فرحة البنتك. وهذه وصفتنا كانت لليوم ان شاء الله تجربوها. ان شاء الله يعجبكم. في حلقة اخرى ووصفة اخرى وبسلامة الجاتو.